حبيبي احنا اجازه اجباريه طلعنا بال 2015 بزمن حيدر العبادي، اجوا طلعنا مظاهرات بشهر الواحد، اجوا النواب هنا الوزير وعدهم قال لهم راح ارجعهم حسب الاحتياج واللي اولويه للاجور اليوميه، اوكي؟ ظلينا كتابنا وكتابكم ظلينا تقريبا شهرين، اخر شيء قال راح ارجع، صدر بينا هذا الامر الاداري باع يا يوم 17/4/2019 داومنا شهر ونص، المده 31/5 لازم الكل تتحول عقود بامر من رئاسه الوزاره من عادل عبد المهدي، زين تتحول عقود، داومنا شهر رمضان كله، خلصوا شغل الدائره مالتنا كله بيه، وهذا كان ينهون خدماتنا البارحه ورا ما خلصت المده مال 31/5، هاي احد مسويها رمضان وصيام واشتغلنا شهر كامل ونهوا خدماتنا، وهذا الامر يوم 17/4 مالتنا، زين يعني بالتاريخ والوزارات كلها عينوا ما عدا الموارد المائيه، زين عينوا كم واحد من الواسطات نفسهم عينوهم وبقوا احنا، زين داومنا وباشرنا وامر اداري وهسه نو خدماتنا من خلصت المده، زين ماكو هيك يعني ما صار بالتاريخ كله. السلام عليكم، نيابه عني واتكلم عن جميع الاجراء اليوميين. احنا طونا الاجازه الاجباريه سنه 2015 قالوا بسبب الاوضاع البلاد والتقشف بزمن نور المالكي، هسه حاليا العراق ما شاء الله يعني بخير، بس المشكله انه من دا نرجع هسه على اساس دا يرجعونا يوميا كتابنا وكتابكم، ولحد الان ما رجعونا، وهسه اخر شيء صدروا بينا قرار انه كل من يرجع لبيته وماكو اي شيء، يعني مثل ما رحنا وسوينا مظاهرات وكذا اخر شيء قالوا والله ماكو كله بيد الماليه، نروح للماليه يقولون بيد وزارتكم، والخلل والموجودين هنا كلهم ما يطلع عددهم تقريبا 600-500 واحد، الوزاره مالتنا رافعه 22,000 واحد، يعني فوق اعدادنا ثلاث اضعاف تقريبا. شنو السبب ما تدري، طبعا ابن عمي وابن خال وكذا سواهم فوق 22,000 واحد. شيء اكيد الماليه هم ما تقبل بهيك اعداد. من يوم ما بس الاخ لما انحكى من 15 لحد الان وطلعوها وظلت قاعده ولا عندها راتب ولا عندها كل شيء، وهم راجعت اربع نوبات رايحه ورادة وماكو فايده وتعبت، يعني عندها خدمه خمس سنين اي خمس سنوات خدمه بس كل شيء ما قبضت، بس جايه ويا الولد وانا جيت بمكانها نيابه لان دائما تجي من محافظه واصل اجي انا بمكانها بلي من واسط من الكوت اي، فعده نوبات احنا جينا وهي كانت تجي بعدين قالت تمكنت اليوم تروح بمكاني، وهذا اللي صار وقاعده هي ما عندها وفريده. نطالب من رئيس الوزراء، احنا بالنسبه لنا كبار بالعمر ومرينا بدور، بس هذا الدور مال هالشباب صعبه، وراء مسؤوليه وراء بيت وراء اجار وراء يعني تعبانين، الولد تعبانين هو خلي يرحمه بحالهم من ذاك الوقت لهالوقت، يعني يوميه جايين الى متى يظل هالشكل، لان هذول الشباب كلهم هاي البنات الشابات كلهم يردن تعيين يردن يثبتن يردن عيشه، المصرف صعب والحياه صعبه صارت مو من ذاك الزمان، اللي يقدر هو يرحم حالهم هو ابو هاي الامه هسه. احنا رايدين نرجع لوظائفنا مثل ما كنا قبل، ويعني حقنا مشروع بحالي حالنا باقي الوزارات، يعني كنا اصحاب مهن واصحاب عوائل والتزامات برقبتنا، فنطالب من رئيس الوزراء يعني رجاء رجاء ابوي يعني ينظر لحالنا، كنا شباب وكنا عندنا مسؤوليات وعندنا اطفال والتزامات والظروف صعبه، يعني ما يصير يخليك الشباب هاي باكر ما ينحرفون ذول الشباب يسوون سوالف انفجارات ما يسووها، اذا يتضايق البشر فخي يوفر له فرصه عمل حتى يقدر يسوي بيته مستقبله، فهذا اللي طالبين من عنده. احنا صار لنا من 2013 انا باشرت وقعدونا 2015 نهايتها. مثل ما تعرفون احنا جماعه الاجازه الاجباريه بوزاره الموارد المائيه، احنا جرى يومي نتعين بينا نتعين بال 2009 2010 2011 تعينا من قبل الوزارات السابق. فاليوم محتاجين نريد نثبت على اي وزاره، رئيس الوزراء قانون قرار 12 151
بان تثبيت الاجراء اليوميين تحويلهم الى عقود والعقود لها ملاك دائم. احنا ما جان غير بحقنا، وزير الموارد المائيه الاستاذ ما جاي ما نفذ اصلا، ما اعرف، ما يحترم رئيس الوزراء، رئيس الوزراء ما عنده علاقه به، ما عنده حكايه عليه، ما جاي نعرف. هسه احنا لا متعاون لا امن متعاون ويانا، احنا ناس متظاهرين وقفنا بالباب عبرونا على الجزر، ناس صايمين. هسه بس نريد نفتهم احنا شنو ماخذين حق احد غير حقنا، مريد غير هذا حقنا مريد. هسه خلينا نصير عنا يساوونا عنا عن موظفين النفط غير الوزارات. هسه وزاره النفط الكهرباء نفس الحاله، احنا لا احد جانا، لا نائب جانا قال دورنا وقال شنو، بس احنا مو بالعراق، احنا العلم مو احنا صعدناها وقفناها، وزير وغير وزير احنا وقفناه، رئيس الوزراء احنا وقفناه، رئيس الوزراء اذا الوزير ما يحترم حكايته علما لعدل من باقي، عادل عبد المهدي اسمه سمعته غير يسمع العالم يشوف العالم شنو ذنب هاي، ونطالب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ان يشوف هاي العالم، والله العظيم حتى عوائل اطفالها جايبه، اطفال ما راح حامل جايه، زحمه خلي يعتبرون اعراضهم هاي العالم، احنا شباب والله نتحمل صايمين نتحمل، بس هاي اعراض العالم شنو ذنبها؟ يقبل هسه الوزير بنته توقف هنا؟ والله ما يقبل، انا متاكد، والحمد لله وشكر على كل حال، وراح نشوف هسه جاي وزاره ما بيها واحد ممثل، صارنا تقريبا بالساعه ونص هنا واقفين، اريد ممثل يطلع لنا يعطينا حكايه، رحنا براس الوزراء دزونا على الوزاره ممثل ما حد يطلع لنا، وزير والله مسافر، وزير يوميا مسافر، ما حد يروح ينيب عنا الوزير، ماكو وكيل، هو الوكيل يسافر لو الوزير يسافر، والله زحمه ما صايره، واحنا نطالب رئيس الوزراء مره ثانيه والثالثه ورابعه، شوف لنا حل لهاي الوزاره، الله شاهد مبنيه على فساد، وما يعني ما ست آسيا يومية كتاب شكل ما تعرفها، يوم تشكيل لجنة بالوزارة شكل لجنة بالوزارة وواحد يمثلها من الإجراء شكلنا واختار حسب الحاجة مال الدائرة، زودتهم الدائرة بكتاب الرفض. بس أريد نفتهم منو هاي الوزارة، منو جاي يقودها؟ أحزاب ما نعرف، منو جاي يقود هاي الوزارة ما جاي نعرف. طبعا مطالبنا مطالب اي شاب تخرج وتعب على نفسه واهله صرفوا عليه وتحمل الضيم زين وتحمل خاصه إن احنا بالنسبه لنا اذا احكي عن نفسي كميه الانفجارات اللي كانت والظروف الامنيه والروحه والرده زين وتالي متالي على 250 الف اجور وصاحبين شهايد يبطلونه على شنو؟ يعني دوله صاحبه ميزانيه وفلوس الله اكبر ما عندهم فلوس يدفعون هاي العوائل كليتها زين يعني انا اعرف قسم من جماعتي متزوجين عوائل يعني رجال ومرته اثنيناتهم اجور بطلوهم ما يفكرون يقولون ذولا شلون يعيشون شلون يكملون حياتهم زين هسه الوزير ديباوعنا ديشوف على حالنا احنا برمضان وصايمين وحلقنا يابس زين وجايين بهالحر هذا خب انا جابه جهال اثنينهم وياي زين وجايه يباوع علينا يشوفنا احنا شريد همين قلنا يا الله وراح نرجع ورجعونا تشرب هناك وقالوا ما عندنا فلوس وردوا وطلعونا زين ليش يعني أرد بس أفتهم أرد أشوف يعني معقولة هاي الفلوس التفاليس اللي دي وزعوها علينا زين هاي راح تقلل من فلوسهم 24 ساعة إفاداتهم اللي ما تخلص زين هاي الدائرة هسه أنا دائرتي فارغة ما بيها أحد ما بيها منو يكمل الشغل منو يشتغل زين خلي يروح يفتر هو شايف الدوائر شايف هاي كلها البطالة هاي الشباب كلها القاعدة خو يقولون من البداية ماكو داعي تكملون تدخلون كليات وكافي يسدون الكليات من أساسها على شنو هالتعب هذا اللي دان تعبه زين الله يقبل مهندسة صار لي من 2014 مقعديني زين وغير هذول كلهم والولد والبنات زين خلي يباعون شوية نظرة يباع مثل ما يباع الابنة مثل ما يباع البتة يقبلها عليه لو هم ولدهم واحد ولدهم ولد وإحنا ما أهلنا ما تعبانين علينا وما صارفين علينا زين بس ما اقول غير حسبي الله ونعم الوكيل والله ياخذ لنا وهذا شهر رمضان وليالي القدر والله يعرف ويباع حالنا زين هو ياخذ لنا حقنا. احنا شريحه الاجازه الاجباريه بوزاره الموارد المائيه عطلونا عن العمل صار لنا 5 سنوات بحجز التقشف وغير التقشف جميع الوزارات التعليم العالي الإسكان والتعمير البلديات كلها والنفط كلها الإجراء اليوميين رجعوا وعادوهم إلى عقود وقت إحنا مشكلتنا واحد جاي يذبنا على الثاني ست آسيا يذبنا على الوكيل يذبنا على الوزير ما يعني صار لنا إحنا 4 أشهر في حلقة مفرغة نروح منها ونرجع منها
يعني هلا تم هلا بينا كل احنا اصحاب عوائل واصحاب شهادات وناس تعبانه وهذا رمضان، يعني ما اعرف خليه يعاملونا مثل اولادهم، يعاملونا مثل اخوانهم، ما يصير الله ما يرضى هيك. ناس احنا تعبانين، شريحه تعبانه، شريحه الاجازه الاجباريه، يعني كل الوزارات يعني رجعت وحولوهم عقود ما عدا هاي الوزاره، الوزاره الفاسده ما اعرف شنو، يعني قسم يقولون اكو خلل بالعدد الاجراء زايد، واحد يقول منطي ما اعرف، خلي يقولنا حل، يعني الى متى احنا نبقى يوميا الظاهر يوميا الظاهر، حتى الله ما يرضى. اصحاب الاجازه الاجباريه في وزاره موارد المائيه اعطونا الاجازه الاجباريه من سنه 12915 لحد الان، لحد ما رجع ولا واحد بهم، اصحاب الواسطات رجعوا للمديرياتهم والما عده، بس الله ما رجع. فاحنا نعم معتصمين الى من يعني يعطونا قرار امر اداري الى رجوعنا لدوائرنا ان شاء الله، ما نرجع لبيوتنا لا ما ناخذ القرار ويانا ان شاء الله. صارنا من 1/12/1915 سنه 15، صارنا يعني تقريبا 4 سنوات. قدمنا اكثر من 5 مظاهرات، قدمنا السيد الوكيل والسيد الوزير وشكلوا اللجان احتوت من الاداره والشؤون المواطنين والسيد الوكيل، وجوا نزلونا للشارع واخذوا الاسماء وظلوا يسجلون اسماء مده اسبوع، سجلوا حتى الاسماء من خارج الشارع من الشارع داخل الوزاره، يا اللي يجي قام يسجلونه، حتى مو اجير ولا صاحب شهاده، ويجون من الشارع قام يسجلون بالوزاره، ورجعوا اكثر من الاغارب مالتهم بالمديريات، يعني كل مديريه رجعت 30 او 40 اجير، بس اصحاب الواسطات والناس اللي هاي ما عندهم، بس الله ما لا يرجع ولا هاي، احنا محتاجين بالشارع ولا واحد طالع لنا وجاي نصيح ونعيط ونهمش وماكو اي شيء، ما ادري والله لا شيء، احنا ما ندري بعد، اكو حالات فساد ما ادري، بس اكو يعني صلت قرابه بين الوكيل بين ابو شؤون المواطنين بين الوزير بين هذول اصحاب الاحزاب العاليه ويرجعون من دوائرهم، واحنا ما راجعين ابدا. هاي معاناتنا صار لنا 5 سنين على وزارة الموارد المائية الوحيدة اللي ما تنفذ أي قرار، من كان رئيس الجمهورية رئيس الوزراء أي قرار ما تنفذه، ما عدا جماعة الواسطات وبفلوس، وهاي معروفة إحنا لأن 5 سنين نتظاهر إحنا، ترى هاي المتظاهرين لو عدة بحزب أو واسطة ما يتظاهر صار 5 سنين، قسم مستمرين وقسم إحنا جماعة الإجازة الإجباري، إحنا ملاك مؤقت 3 فات، إحنا ملاك مؤقت وقسم عقود وقسم اجور يومي اللي وعدوهم يحولهم الى عقود، فصار لنا 5 سنين يعني هاي الوزاره ما حصلنا من عندها غير بس المغذيات والكذب نحكيها طق بطق، يعني حرامه قبل احسن من حرامه هسه، هم يبوق الفقير يعني شو نقول لهم بعد، ما يفيد الحكي وياهم، يعني هم ملينا وجزعنا يذبونا من وزاره الى وزاره، هسه كنا يعني ساعه بوزاره التخطيط، ساعه تلك من ابو الماليه، واحنا لو الماليه العام همينا وكل الفضائيات وتجاوز علينا وما حد جاب لنا حقنا. يعني ارحم والديك 3 وزراء صار، انا حاكيك عن 3 وزراء مقابل ومظاهر عليهم، من عصفور الى حسن الجنابي الى استاذ جمال. يعني حتى بعد نخجل نتجاوز، كافي 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 تستخفون بينا صاحبين عوائل. زين الطب تصعد على شؤون المواطنين، زين استاذ علي غير تقول له يابا هاي عندي اجازه اجباريه واجى اسمي من الدائره مالتي، غير يشوفوا له صوره حل، شو يقول لك؟ يقول لك اي بسيطه وكتابه كم الوزير، الوزير ايش وقت راح يجي؟ الوزير يعني ما يدرب هاي العالم قاعد تطلع مظاهرات كل يوم؟ يعني ليش يجي؟
يعني وين تروح تشتغل؟ من 2015 شهر 12 زين انتهى العقد مالتنا. اوكي؟ واحنا اكو عالم من 2013، واكو عالم من 2012، واكو عالم من 2011، ولحد الان ما شايفه مصدر رزقها، يعني العالم وين تروح؟ وين تروح تطوجها؟ تروح للسوق يشيلونه. تروح المن وين تروح؟ تروح تشتغل عماله ماكو، زين؟ تجي على الوزاره هنا، تجي هنا، الاستاذ علي يضربك بس سوبر، يقول لك لا الوزاره ان شاء الله موجوده هي اساميكم بس يوقعها الوزير، بشهرين سنه صار لك ايش قد؟ صار لك 4 اشهر. والله ينتجي وينتجي بألف مرة، زين؟ هذا اللي يفجر، هذا اللي يسلب، هذا يروح ينتحر. ليش؟ يقول لك انت شاب العراق لازم تطلع رزقك من جو القاع. اي بس ونعم بالله طلع رزقك من جو القاع، بس وين تروح؟ يعني هو البلد شلون متضايقين عليك؟ يعني تجي الوزارة ما ينطونك نجدة، تروح تفتح لك بسطية يشيلونك، يعني وين تروح؟ غير هنا هاي الخدمة 3 سنين، 4 سنين، زين 6 سنين لحد الآن كش ما مسوي. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا شريحة الأجراء اليومين، جماعة الإجازة الإجبارية، احنا كنا نمثل يعني نحرك دوائر الدولة كليتها بكافة مشاريعها بكافة مفاصلها، اللي كان بالتشغيل واللي كان بالكري واللي كان بالبزل، وأزمات عليها الاعتماد بالنسبة تخص الوزارة الموارد المائية شغلناها. أنا أحكي عن نفسي، كنت أمثل قسم صيانة مضخات، كان من حسابي الشخصي أني أصلح المضخات مو من حسابي، وبالإضافة إلى أنه كان الأجر مالتنا 12,000 عن اليوم يسوي له 220 بالنسبة للشهر. هاي مسألة. المسألة الثانية، إحنا نريد نعرف شنو موقفنا أمام هاي الوزارة اللي واقفين بهذا الحر، وهذا رمضان وصيام، لا وكيل وزير يطلع للمتظاهرين حتى يبرر موقف الوزارة ويقول مثلا احنا وضعنا هذا، ولا مدير ولا رئيس قسم ولا اي واحد، ما اعرف. يعني هذا نوع من التمرد على الدولة، لان قرار رئيس الوزراء قرار رقم 12 جميع الاجراء اليوميين اللي موجودين بكافة مفاصل الدولة يتحولون الى عقود. واعتقد اذا قرار من رئيس الوزراء وما ينفذه وزير او وزارة ما تنفذه، دلالة انه ماكو مركزية بالحكم. هاي نقطة. النقطة الثانية، جميع الوزارات اللي موجودة هسه، ان كانت الكهرباء وان كانت الماء وان كانت المجاري، حولت العقود مالت الى عقود وزارية، وحيدة الوزارة الموارد المائية اللي ما تقبل لحد هاللحظة هاي ان تنفذ هذا القرار. من ضمن الاعلانات اللي مثلا تقدم عن لسان وزارة الموارد المائية بالسوشيال ميديا، درجات وظيفية، يطلبون درجات زين انت تطلب درجات وظيفيه وانت عندك كادر متدرب مارس اللي 3-4 سنوات واللي 5 واللي 6، فانت هذا فسر يعني ذولا انت صاحب الخبره اللي داوم عندك وجربته وشفته، وما كنت تعطيه مقابل شيء، ما تجي وتعلن بالسوشيال ميديا وبمواقع التواصل الاجتماعي تخلي تريد درجات وظيفيه. ما اعرف بعد هذا شيء تعبرون انتم، تقولون فساد، تقولون مفاصل الوزارة أو القرارات المهمة بيد ناس مو أصحاب خبرة أو مو ناس مهمين يعني يمشون الوزارة. والله إحنا بعد ما نقول شيء، وإنما يباوعنا بعين الأبوية، يعني كوننا إحنا أصحاب عوائل بين أخواتنا ذن النساء اللي هن عايفات بيوت وجايات، وبين إحنا ناس وصلنا إلى مرحلة كبر بعد، حتى أعتقد بالنسبة مني حولك عقد يعني إيش بعد يعني إيش تنتظر من عندي إنتاج؟ إذا أنا كنت بريعان الإنتاج أنت عصرتني وعفل. فهاي نطالب بأنه يباعونا، وأقول من ضمن القانون العالمي قانون العمل ينص بأن أي بكافة الدول أنه أي شخص تدخله ضمن مهام هذا إلى حق بعد يومين عليك تقاعد، وحق عليه بأنه يعني من ضمن الأمور طرحوها علينا أنت تستمر بالعمل لكن توقع على فد ورقة، الورقة بأنه ما تطالب الدائرة أو الوزارة بأي شيء، إن كان إجراء لك أي عوق أو أي ضرر أو أي راتب من هذا الحكي. يا وزير للموارد كافي كافي لا تعال.
نحن أجراء في وزارة الموارد المائية، صار أكثر من 4 سنوات بلا راتب، حراس ومشغلين وسواق آليات مستمرين بعملنا لحد الآن. فنطالب السيد وزير الموارد المائية بصرف مستحقاتنا القديمة والجديدة وتطبيق قرار مجلس الوزراء الأخير رقم 12105 ونستمر بدون. كان اللي يقولون البلد يمر بحالة تقشف وحالة حرب، فإحنا سكتنا من قالوا أنه البلد يمر بوضع عنه. فحسا الحمد لله والشكر 2018 ميزانية خير من الله بالبلد، 2019 ميزانية لا حد الآن، كل ما نجيهم الوضع المادي يقولون والوضع ماكو لحد الآن أي فلوس لكم. مصان احنا عكو الناس 15 سنة و10 سنوات واكثر من 10 سنوات. احنا شريحة من الأجراء اليوميين التابعين لوزارة الموارد المائية، اللي منحنا اجازة اجبارية بسنة 2015 بسبب تقشف الدولة، طلعنا وصار لنا اكثر من 4 سنين احنا قاعدين. الآن أصدرت رئاسة الوزراء قرار رقم 12 اللي هو إرجاع الأجراء اليوميين الإجباري إلى عقود تحويلهم. إحنا نطالب من سيادة وزير الموارد المائية بأن ينصفنا مثل باقي الوزارات اللي هي الصحة والنفط وكل الوزارات رجعت، باقي الوزارات اللي رجعت أجراءها. إحنا نريد نرجع حالنا حال أي وزارة، نرجع مباشر بدوامنا ويحولنا العقد 12 اللي هو 105 إلى عقود. هذا اللي طالبوا، احنا ما طالبين اكثر شيء من الوزير. احنا صار لنا هاي اكثر من مره جاي نجي وما جاي يلبون اي طلب، وايام رمضان والعالم فاطره وجاي من كل المحافظات، من كل المحافظات جاي، فنرجو من من سياده الوزير ان يلبي طلبنا. والله احنا اجور يومي تعدون بينا، وبال 2015 ما صار تقشف، قعدونا اجازه اجباريه، فبقت قالوا من هنا من تصير الوضع يستعدل ترجعون. هسه اجت قرار مجلس الوزراء بان يرجعون اي اجير، او الوزاره الوحيده ما رجعت بس وزاره الموارد المائيه. نجيهم هنا طلع مظاهرات، سجلوا اسمانا وماكو فايده، مجرد بس شلون واحد جاي يقشمرونه. اجى الكتاب اول قبل يومين، الكتاب صريح واضح يقول اللي عنده 10 سنوات والكبار السن يرجعون. هذا الموضوع سوى صارت بين الدوائر الداخليه، كل من بس جماعته الخاصين به فقط. أصحاب الإجازة الإجبارية اليوم إجينا في سبيل نرجع كبقية الأجراء، ومطلبنا يعني الرجوع ويثبتون قرار رقم 12 تحويلنا العقود، هذا مطلبنا من الشهر الثاني، من أول ما طلعوا القرار وإحنا نراجع، وهاي إحنا بالشهر السادس في سبيل نرجع. مجرد تخدير اليوم وباكر، ماكو أي قرار بحقنا. أقسام علوم بيولوجي وأقسام الهندسة والميكانيك وفنون ملاحظ فني، يعني كلهم أصحاب شهايد المفروض يرجعونه. والله احنا طلعونا من دائرة الموارد المائية، طبعا احنا مركز المديرية بالحلة بالتشغيل، فطلعونا على اعتبار انه اكو تقشف بالبلد، بس هسه رجع العراق، يعني الخير رجع والامور زينة ورجعوا، نطالب بحقوقنا انه يرجعونا، نريد نرجع، يعني هسه عايفين بناتنا وعايفين اولادنا بالبيت وجينا نطالب بحقوقنا حتى نرجع، واحنا كنا نشتغل وكنا مأدين واجباتنا وكانت الامور، يعني احنا دا نطل الدار، احنا دا نطل الحكومه كرنا، غير هسه يعوضونا انه رجع البلد ورجعت الامور، غير يرجعونا للدائره. يعني من 2015 طلعنا لحد هذه اللحظه، وظلنا نداوم سنه احنا بلا راتب، نداوم بلا راتب، هسه عدوا انطونا نص الراتب هم، بس هسه احنا نطالب انه نرجع. حتى الدائرة هي تحتاجنا، الدائرة تريدنا، لأنه بالدائرة ماكو قليلين، الملاك الدائم قليل، فأحنا كنا الأجراء اليومين شايلين الدائرة كلها،
يعني كانوا الفلح بالمديريه مال الحله، الفلح يجون وكل اشياءهم، احنا الاجراء احنا نقوم بواجباتهم. والله انا بالنسبه لي عن نفسي احكي، جيت قبل فتره همات ما كانت مظاهره كلش، يعني كانوا جماعتي راحوا بالمظاهره الاولى، انا جيت بعدهم، كان مجموعه اجينا احنا، فدخلنا للوزاره ما قبلوا، دخلنا وقعدنا بالاستعلامات، قالوا الوزير يعني ما موجود وما نقبل بهذا الشيء، كتبوا اسماءنا. وهسه هاي الجايه الثانيه اجينا هم على اعتبار انه نلتقي وياهم وما حدا يطلع لنا، هاي احنا قاعدين من الصبح لهسه قاعدين وما حدا يطلع لنا. احنا نريد اجونا، احنا جماعه اجور، يعني هسه احنا اجور اليوم شنو اللي عندنا؟ يعني تجي للدائره تدخل على الدائره ماد مائيه تلقى عمره 50 سنة 60 سنة وماكو، يعني اعطوا خلونا احنا نجور اليوم كفاءات، اعطونا داونا ببلاش، رضينا قلنا ما يخالف، جهودنا ذاتيه، احنا من عندنا كراوي خدمات، احنا نطلع على مواقع كشف، احنا مهندسين اللي على الموارد المائيه والمساحين، نطلع على حسابنا الخاص ونقول ما يخالف، اعطونا فرصه احنا طلعوا قروا قانون التقاعد دام انتم الكبار بالعمر كبار بالسن، اطلعوا خلونا احنا الشباب شو طاقاتنا، ليش ظالمين ان ليش طلعنا هسه؟ ليش خليتونا ندرس وبعدين قلنا يلا باي باي ثيم الله؟ لذلك احنا نريد يرجعون حقوقنا، الاجور يوم يرجعونا ويعطون حقنا احنا الطاقات الشبابيه. ليش هذا الظلم اللي بينا اللي دا يصير؟ ليش يوميا يعني احنا على هاي الحاله؟ صار لنا سنه والله، سنه وماكو، يعني صار يوميا مظاهرات، يوميا يقول اي باكر عنده واسطه يطب، عضو مجلس النواب يطب، بكيف بالوزاره انطبت الممثله مال اللجان هي بكيف توقع الفايل وبكيف اللي عجبها اللي يريدها، والله هذا من فلان نائب، هذا والله من فلان واحد، يعني شنو كلها واسطات نواب، اللي يعني حالي حالك، بس هي كلها من جوا الجوا، بكيف رئيس اللجنه تقول لي انا ما عينك هسه، روح على راس الوزاره وحاطه فايل توقع من جوا الجوا بفلوس، كلها بفلوس، وخالك وعمك يحس بينا ويشوف، بس ما يقدر يحكي، يعرف نفسه غلطان، يعرف كله بالوسطى، شنو احنا مره قاعدين ليش المظاهرات صارت؟ قاعدين مو بعين احنا كنا في مظاهرات، طب نقلها ها من فلان نائب، 4 فايلات عينها من فلان نائب. قلنا الاستاذ مو احنا، قال بابا انتم ملكم الله، يعني شنو ان الله؟ هذول مو حالنا حالهم، ليش ما يرجعوهم؟ ليش ما تخلوهم على اجر يومي؟ لا هذول جاهم تعيين، والله شنو من فلان نائب مدعومين. لذلك قدام وكيل وزير صارت هاي الحاله، وقدام ست اسيا وست انعام ذني كلهم موجودات. وهن بدين فايلات وكيف انا عينا لو لا، واللي يعيش بنا علي هذا واللي شوفنا يحكي يعرف ظننا. هو صار احد الممثلين قالوا له انت هواي تطلع لنا على الفيسبوك وتسوي تناشد اعلامي، ما اريدك رفضه والله العظيم، طردوه من الوزاره. السلام عليكم، ونشد على اياديكم. احنا 4 سنوات، احنا 15 سنة 5 سنوات بلا راتب، وراتبنا كله 200 250 الف، ومستلمين اليات وهاي. هل ممكن دولة مثل العراق 6000، احنا 6000 موظف ما تحصل لنا راتب، ومليارات على الفيضان 30 مليون، زين احنا 6000 ما يقدرون، شلون يريدون يحمون 30 مليون؟ زين الله يقبل رسوله، يعني شنو ناشد الامم المتحده مثلا؟ شلون يعني شنو ناشد الحجار مثلا؟ خلي يطلع عنا وزير، خلي يطلع عنا مسؤول، نشوف السوا، ويعني الظاهر الى متى؟ 5 سنين ماكو راتب، يعني ترضى اي واحد هسه واقف من القوى الامنيه يرضى راس الشهر ماكو راتب لعياله؟ احنا 5 سنوات ماكو راتب، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حصلنا من العصفور محسن العصفور، ولا من هسه جينا حسن الجنابي ولا ذاك الكردي، هسه النوب جمال العادلي الناشدك، انت ابن الناصريه، وانت شوفنا سويت ما سويت، نرجع من عندك خير، انزل شوفنا، احنا من كل المحافظات، احنا ولد الخايبه، انزل يا معودين، خل نشوفكم، خل نشوف سويتوا، الله يقبل رسوله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوه، يعني الناشد منو؟ افريقيا شو الناشد؟ شنا الامم المتحده ناشد اسرائيل عم عوف الدين جيتونا
طبعا ذولا مظلومين صارهم 5 سنوات بدون رواتب، 5 سنوات بدون رواتب. الله وكيلك، صارت قصة عنتر، سامع القصة عنتر؟ 5 سنوات بدون رواتب. شلون قضية فلسطين وما تنحل؟ عصت على 3 وزراء، وعصت على مجلس النواب دورتين، وعصت على رئاسات وزراء 2، وعصت علينا. زين شلون هسه هاي العالم وين تروح؟ صار 5 سنوات بدون رواتب، هو يا اخ شخطت قلمك شي ينتهي. زين احنا دوام مستمرين 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 بالدوام، ومسؤولية عليهم، ومستلمين آليات ثقيلة، ومستلمين آليات ثقيلة، ويدرون كل الزين يدرون، وبصمة، وهاي الفيضانات اشتغلنا وذبينا الجهد، وعندنا كتب من دوائرنا. شرفك مهندس يطي 150,000 كرامية، وهذا ما يطيه ليش؟ هذا ابن من ابن الخايبة، ومنايمين على السد الوتري، ومنايمين على ضفاف دجلة ليل ونهار، نايم سايق حفارة برماية بنص الشط انقلبت بيه وغرق ومات، من يتحمل مسؤوليته؟ زين ثاني شي، رئيس الوزراء من القرار رقم 12، ليش هاي الوزارة بس وزارة الموارد المائية ما تدفع له؟ ليش بس وزارة الموارد المائية؟ كل الدوائر اشتغلت بيه، ليش بس وزارتنا؟ يعني رئيس الوزراء ما يعترفون بيه، يعني هيك رئيس الوزراء قراراته كلها فاشلة، يعني يطي قرار ما حد ينفذه. لا هو شلون أعلى سلطة؟ أعلى سلطة هو بالقوة؟ يعني هي الشعب، الشعب شو يريد؟ الشعب الله عنده بي كيسي؟ الشعب الله عنده بي كيسي والله عنده سيارة مال شرطة؟ لا، الشعب يريد أكل وشرب وغذائية، ويريد رواتب، كيف يريد؟ مو بالقوة، الدولة بالقوة، هي الدولة بالقوة. وانت تشوفوني يبرز عضلاتي، أنا من ألزم عضلاتي، أنت مو أبو، مو أبو على الكل، أكو واحد يضرب ابنه بالبيت غير اللي غلطان؟ زين هسه احنا غلطانين، جايبيننا من هنا ومننا حاصرنا هاي وضعية؟ طلباتنا الوزير يدري، والمستشارين متحدث باسم وزارة يطلع على قناة عون الذياب يوميا، يجي يمنا بباسط على السدود يطلع يسأل أبو القناة، يقول له هذا ذولا يجري يوميا، يقول له مو يمي، شلون تخلونه متحدث؟ غير هو المتحدث يعرف كل شيء. زين حسين عبد الأمير بقى مو يعرف بوضعيتنا، مو يوميا يمنا هو جاي يشوف الوضعية، نسولف له يابا أنت مستشار الوزير، وكيل الوزير، بعد شوف حل قضيتنا ماكو، ويروح عون ذياب نفس الشيء، الوزير نفس الشيء، الوزير اللي يقول له يا بذول اجور يوميا الحفارات جهه تشتغل، يقوم لا تاخذون عليهم، خذون على غير جهه. هاي مو وضعيه هاي، يعني 5 سنوات الله وكيلك ما صايره. اتحدى واحد هسه من هاي الوقفه انا على راس الشهر ما طارت بشوف شو يسوي. زين ثاني شيء، انت الوزير من يجي وزير يستلم وزاره، هاي رساله للدوله، ليش يغير المدراء العامين من المسؤولين؟ ليش يغيرهم؟ غير ذولا عندهم مهنيه ويعرفون على مود يحلون قضيه العالم. شو جاب له جدد واربع سنين يلا يعرفون قضيه العالم، وانتهت العالم نايمه. سبب تاخير بوزاره الموارد المائيه، ما طالب وزاره، ما طالب، يعني هسه اليوم مو مجلس وزراء راح يقعد يم مجلس الوزراء، اليوم راح يقعد يم مجلس الوزراء يقول له يابا انا اجوانا اجور يوميا ما عندهم رواتب صاروا 5 سنوات؟ لا والله ما يقول له، صار عضو الله وكيلك ما يقول له. بس هاي العالم ايش راح تسوي؟ هسه حل اخر حل، جاي يجونا هسه من المحافظات بعد البصره ما واصله، والعماره والموصل وكركوك، هسه خابرونا بالطريق لين بعيده، راح يجون لفروسنا وننام هنا. الله وكيلك، تنام العالم، تنام هنا بباب الوزاره، اعتصام مفتوح. الحين تنفيذ المطالب مو بس وعود، تنفيذ يعني مضبوط، مو بس حكي، همش له على كتاب وسهله وكذب. والتاخير خلي يسوي له كتاب، الله وكيلك 5 اشهر ما يصل للمحافظه، يعني هسه وزير بالكذب ما طلع. صار لنا 5 سنين بدون راتب، نكد ونتعب، وناشدنا هذا ثالث وزير، يعني من زرزور الى حسن الجنابي، احنا هذه حتى يعني الكل الى جمال، الناشد كل شريف، الناشد ناشدنا وتعبنا، المرجعيه الكل لما ملينا ماكو ما حد يوصل صوتنا. قلت البلدي يمر بازمه داعش وفضل داعش، واحنا بدون راتب وده نتعب تعب اللي انتم ما تتعبوا، الجفاف خلاص والفيضان خلاص، شن تاني بعد احنا؟ يعني شن تاني؟ اريد واحد يفهمنا، اريد واحد يوقف قبالنا ويحكي لنا بالصحيح، مو بس المغذيات، مو بس الحكي اللي ما اريد احكي غير حكي احنا، هذا الوعود يعني الماليه اكثر من مره تجاوزت علينا واحنا متظاهرين سلميين.
كل واحد يسمعنا كلام يعني مع الاسف على هذا الكرسي اللي قاعده، مع الاسف هاي الشهاده من جابها وقعد، اللي يحكي بكلمات عجيبه تقول جايه من خارج البلد. زين مكانكم الشمس واشكال كلها 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 سمعتها وتجاوزات وما حد اخذ حقنا. يعني هسه احنا من نطلع انطرنا ونطب للوزاره ونسيء، اكو حد يقول لنا لو بعدين نطلع احنا مو زينين؟ الى متى هذا الصبر؟ لوين نصبر؟ تصبر لك شهر شهرين؟ 5 سنين صابرين، 5 سنين. هسه انتوا لو مو بعازه انه ما يخالف، بس انتوا بعازه انه انتوا تحطمون البلد. يعني المواطن انا من الناس والباقي نحكي عامه، الراتب ما يوصل 300، من 200 الى 300 الف، كليتنا احنا اللي موجودين. من تحتازه قاعد تدز عليه وتعطيه يوميته 300 واكثر من 300، هذا مو تحطيم؟ هذا شنو معناته؟ مشاريع واقفه، ما عنده دوائرنا فارغه. انا احكي لك عن فرع كربلاء ما بيها موظفين، اسماء رفعوها وتغيرت الاسماء، اسماءكم طلعت وهاي صار لنا على هالنهايه هاي 5 سنه. الى متى هذا الظلم؟ ما اقدر، تعبنا الحكي كله دين عاد وما كل يسمع، اريد احد يسمع. من اللي يسمع؟ وين اروح؟ المن ننطوج هنا؟ تعبنا، ما عمليتوا من عندنا؟هاي الناس اللي قاعد تشوفونها قدامكم صار لها 5 سنوات تداوم بلاش، رفحاء مو اشرف من هاي الناس. بس نريد نعرف الفرق شنو بيننا وبين الكهرباء، 32 درجة وظيفية واحنا 6000 ويضيفوا لها درجات اضافية 32000 درجة وظيفية ويضيفوا لها درجات اضافية، الصحة 24000 درجة وظيفية ويرفعون عنها التسكين. التسكين معناه يعني لهم حق ياخذون درجات اعلى من درجاتهم، لهم رواتب اعلى من رواتبهم، اضافه الى الداخليه والدفاع والسجناء الكهرباء. زين رفحايا نايم هناك بامريكا وينولد ابنه السنه ياخذ 1,200,000 بالشهر، واني اداوم بلاش 5 سنوات؟ وين العداله بالقانون؟ يا قانون طبقه، يا دستور طبقه، سواء كان الوزير سواء كان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. احنا ذولا كلهم ناشدين باعتبارهم مسؤولين، اضافه الناشد المرجعيه انه هي تتدخل، الناشد ايضا السيد مقتدى الصدر باعتباره رجل زعيم سياسي وايضا زعيم ديني، الناشد الشرفاء نقول لهم تعالوا شوفوا شنو الفرق بيننا وبين هاي الشرائح، حتى احنا نظلم بهذه الطريقه. 5 سنوات ما حد يستلم راتب، واكو ناس هسه مع احترامي كل الاخوه وجزاهم الله خير خلي ينقطع راتبهم شهر واحد. شوفوا الدوله لا شهر خلي ينقطع راتبهم، شوف شو يصير بحالهم. عندنا عوائل مثل ما عندهم عوائل، نخلي نصفونا هسه هم محاصريننا. ليش؟ هو نايم مرتاح هناك وهم صايرين درع له. ليش لو الوزير يعرف انه ذول القوات الامنيه مع المتظاهر محاصرين من 4 جهات غصبا ما علي وعلى الخلفه ينزل لهنا. خلي يحترم الناس، خلي يجي لهنا يشوف الوضع، خلي يصير راي واحد. انا ما جاي هنا اريد اضرب القوات الامنيه ولا جاي اعتدى عليهم، انا جاي اطالب حقهم وطالب بحقي، حقهم الاحترام وانا عن حقي الاحترام. هم مواطنين عراقيين، انا مواطن عراقي، ليش ما يساندوني؟ ليش ما يكون وياي؟ ليش هسه 50 حالة انزعاج صارت من شرطي؟ الضابط يتعامل بشكل ايجابي، الشرطي يجيك يتنفس، ليش؟ ليش شنو الغاثك من عندي؟ غاثك ان انا طالب، لان انت تداوم 15 يوم تاخذ 1.5 مليون، واني 5 سنوات بدون راتب، الله يقبلها؟ يا الشرطي من عندهم يقبلها؟ خل نعوف الله على صفحه، يا الشرطي من عندهم يقبلها؟ اداوم 5 سنوات بدون راتب وهو يداوم له 15 يوم ياخذ راتب، هو عنده حاله تريد تعيش، انا ما عنده حاله اريد اعيش، هو يريد يبني بيت ويريد يشتري سياره، انا ما عندي. هو الرائد قال له المسؤول طلباتنا، اولا التثبيت، تثبيتنا على الملاك الدائم، حالنا راح ملها لك، حالنا حال الكهرباء
حالنا حال الصحة، حالنا حال النفط، حالنا حال أي وزارة أخرى. ثاني تحويلنا على التشغيلية وصرف مستحقات مال 5 سنوات. هذا كل مطالبنا، ما قاعد نتعدل، ما قاعد نعبر الدستور، ما قاعد نعبر الحقوق، ما قاعد نتعدى على كرامته. هذا حرام علينا. في حال لم تنفذ هذه المطالب راح تستمر، راح نبقى هنا معتصمين. أنا هم أوجه كلام لكل الأخوة الموجودين هنا، والله العظيم إذا زلم نبقى نايمين مثل ما نام غيرنا، الكهرباء وغيرها وخذوا نبقى هنا نايمين. وعلى الأخوة اللي ما طلعوا هم عيب عليهم، يقعد لهم هاي هم حقوقهم، احنا ما قاعد نحرضهم على حقوقهم، المفروض هم ما يجون ويانا هنا. فهاي نومتنا هنا الى ان تتحقق المطالب. هي مطالبنا شنو؟ شكو ناس تريد حقوق، ما كل شيء ما يريدون لا زايد ولا ناقص. اولا هم اكثرهم اجور يومي، ماكو عقود هسه كلهم اجور يوم. عود هسه بالقرار الجديد، عود سواهم عقود، هذا بالبيان مال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سوى الاجراء كعقود. وعلى اساس الرواتب من الواحد، لان هم عندهم مستحقات 5 سنين صار لها ما احد، ومن الواحد لهسه هم ما حد اخذ راتب، لان هم قالوا لهم نعطيكم من الواحد. ولحد الان تنتظر العالم وبدون جدوى، لا علم كل شيء ماكو. هاي وحده. ها؟ قد صار لكم؟ 5 سنوات. احنا صار 19 سنه انا احكي وياك. انا صار 19 سنه بالخدمه سائق شفل. انا سائق شفل 19 سنه بكربله. انا اشتغل سائق شفل. لحد الان لا تعيين ولا كنت عقيد حج، حولوني اجور يومي، وجاء القرار مال عادل عبد المهدي حولني من اجور يومي الى عقد وبدون جدوى، لا راتب ولا كل شيء. العالم هسه جاي علينا، العالم خسرانه كراوي وخسرانه مغثه، وشاغلين قوات الامنيه خطيه هم بالشموس واقفين ويانا. هي العالم كلها 400,000 300,000 250,000، هي رواتب يسمونها. العالم تطوح حقوقها حال الوزارات وفي ما الا، ماكو اكثر من هذا. طيب استاذي العزيز، انت صار لك 5 سنين على هذا. لا انا صار لي 19 سنه. ايه يعني خلال هاي الفتره قدمت يعني كل شيء قدمت وماكو حل. كل شيء قدمت يا وزير اللي جي، اجانا وزير حسن الجنابي صعد علينا تغدى يمنا واجى البغداد، قال بهالشهر مو هذا الاسبوع، والله قال مو هذا الاسبوع، الاسبوع الثاني ودي رواتبكم. ولحد الان اي شيء ما صار، واي شيء تغيير ما صار. اخوان من رخصتكم كلها حقوق مشروعه، واحنا جايين طالب بحقوقنا لا اكثر ولا اقل. كلها انا بالنسبه لي ظلت مثل جليل الخالات، هذا مثل عندنا جليل الخالات هاك من 2004 15 سنه، بال 2013 يعينوني، هذا اسمي اقرا، هذا اسمي يعينوني وبعدين يبدلونه يعطونه لابو المولده، والله ابوه متقاعد يعني وراثه ما عرفتين. واي هاي صارنا 15 سنه على المنوال، اجى الوزير قدمت له طلب مظلوميه وقع لي يثبت على الملاك، وهذا موبايل رقم الاستاذ محمد ما يجاوبني، وهذا رقم موبايل الاستاذ محمد، والله يلي يعطيك من جيبه والمعامل عندهم هنا. صار لي 3 اشهر اروح يوميا اروح ارجع اليوم، 3 اشهر يقول المعامله، والله ها شكلنا لجنه ما ادري شلون، ومن هالروتين هذا وضالين على وهاي المساكين اللي عنده 10 سنوات واللي عنده 8 سنوات واللي عنده زعاطيط يريد يعيشهم شلون بهالحاله. هاي مطالب مو مطالب، شنو ذنبنا؟ شنو ذنب هالعالم اللي متقرض كروته وجاي؟ هاك اقرا هاي من 2004 يعني مصيرنا، هذا مصيرنا بيدمن بس ارتفع. كلهم محافظات كلهم، ابو الديوانيه، ابو كربله، ابو النجف، ابو الناصريه، عماره، ابو السماوه، ابو الحله، كلهم اخواننا، احشوا ها كلهم قاعدين يسمعونك، ماكو طبعا كله اهل بغداد نايم هنا، ما يجي ويجي، والله هذا ابن خالته او ابن اخته يعينه، اقربونا اولى بالمعروف، واحنا اللي ورا ضالين. واي هاي تروح هسه الاستعلامات اذا ما لقيت اسمي، كم مره مراجع واسمه موجود بالاستعلامات، اروح يقول له انتظر رحمه الله. هاي من يحاولون اسمي لغير اسم، انتظر رحمه الله. هي ماكو احسن من عندها، ماكو احسن من عندها. هاي اخوانكم التعبان اللي متقرض الكروه
واللي زحاطيطه ثانينا شنو ذنبنا مسمخاطين احنا؟ لا يطلع مسؤول، خليه يطلع، خليه يطلع يسولف يقول لكم لو مالكم، خليه يقول في مال لا الله محمد وعلي وياكم. ليش شنو ذنبنا؟ ما يصير يا اخوان، يعني ماكو واحد يدافع، ماكو واحد يحكي. أنا موظف الموارد المائية ديالة محمد حاتم أحمد رزيج، وطالب رئيس الوزراء وطالب الوزير مالتي أن يجي يزور ديالة ويشوف المأساة مال العقود والأجور هناك، العالم مشتغلين. أنا هذا كل المحافظات صورة عامة داحكي، بس أنا حدد بديالة يعني خاصة محافظتي لأن نجي 9/3/2005 أنا متعاقد وياهم، عقد 9/3/2005 يجيني أستاذ حسين عبد الأمير بقى يقول سلسلة مراجع، وأقول أستاذ أنا ما أقدر أجيك للوزارة وأشوفك، أربع مرات أنا جاي للوزارة وما صار حل، وما صار حل. يحاكيني يقول لي سلسلة مراجع مديرك وما أدري شنو، وأنا طالب من هذا المكان أن السيد الوزير يسوي لنا حل، إحنا ناس متضررين، أربع سنوات صار لنا بدون رواتب، من اللي يقبلها؟ يقبلها الوزير يداوم بدون أربع سنوات بدون راتب؟ اريد الوزير يطلع يحاكينا، اريد المستشار مالته، ما مجبورين، احنا خادمين الوطن وخادمين الدوله وخادمين الوزارات مالتنا، واحنا بالذات عندنا الشغل كل علينا، كل الشغل على الاجور والعقود، خلي يسمعونا كلهم زين، وبصمات وداوم يوميه، اداوم يوميه واريد اجازه اليوم بلف يا علي، انا ماخذه جيب لك بديل، ما انا مو بالعسكريه دا اجيب لي بديل، انا رجال موظف، شو وقت ما اصير لي اجازه حاجه ضروريه اضطراريه اخذ اجازه، انا ما مجبور. وهاي حمل الوزير انا مسؤوليه، وحمل الوكيل مالته، وحمل كلهم خاصه الرواتب العقود والاجور. وهو شنو راتبنا؟ راتبنا 188,000 دينار. اقول للوزير هذا الراتب يكفي له؟ انا متعاقد صار لي 14 سنه والحد الان بدون تعيينات، انا مرتين اسمي رفع للتعيينات ويوصل للوزاره ويتبدل. على الاستحقاق، هذول ذو الشهداء، ذول ما ادري شنو، ماكو هيك اسلوب ترى بالدوار، ما حد مجبور. فأريد من الوزير أن يسوي لنا حل، وطالب بكافة أسماء هاي العالم، وأنا ممثل عن الوزارة مالتي والمديرية مالتي بالذات ديالة، إحنا ناس متضررين، عمي ناس متضررين، العقود والجوردة يشتغلون بهاي الأزمة اللي صارت أسماء الفيضانات، ما حد سدها وما حد حل المشكلة غير العقود والجور. نحن موظفو عقود وأجور وزارة الموارد المائية، لم نتقاضى ولم نستلم أي رواتب وأي حقوق منذ عام من منتصف عام 2015 لحد الآن، فقط أشهر معدودة للسنوات المذكورة. علما نحن الوزارة تتكئ على ركاز الحراس ومشغلين وسواق الآليات الثقيلة. نحن كمشغلين جزء من هاي المنظومة، الشريحة المظلومة كمشغلين، نعمل في كيبلات كهرباء، تيارات كهربائية، وفي مضخات غالية الثمن، وكلها على عاتق مسؤوليتنا، والسواق كذلك، والحراس تقع على عاتقهم مسؤوليات كثيرة، والمختصون في هذا الشأن في الوزارة وفي الحكومة لا يعلمون بذلك. نحن أصحاب محطات تشغيل وأصحاب سيارات آليات ثقيلة وحراس تقع على عاتقهم مسؤولية، لو تركنا العمل لما وقفت الوزارة على هذه المتكئات. نحن نطالب من سيادة الوزير المحترم الدكتور جمال العادلي بوجود حل لهذه الشريحة، بإنصاف هذه الشريحة المظلومة. الرجاء من الدكتور الوزير جمال العادلي وجود حل جذري لهذه الشريحة. أما تحويل رواتبنا من الموازنة الاستثمارية إلى الموازنة التشغيلية، أو تثبيتنا على الملاك الدائم كوننا مظلومون، وأطلاق رواتبنا منذ أكثر من 5 سنوات لم نتقاضى أي راتب. في أي زمن هذا حدث؟ في أي زمن؟ في أي سنة؟ في أي حكومة حدث هذا؟ لم يحدث هذا الشيء إلا في الحكومة الحالية، إلا في حكومتنا الحالية. مع احترامي وجل احترامي لكل المسؤولين وكل الموجودين وكل الأساتذة والمدراء العامين، ولكن نرجو ونطلب منهم وجود حلول لهذه الشريحة وإنصاف هذه الشريحة المظلومة.
نناشد دولة رئيس الوزراء بتطبيق قرار 12 زين اللي هو حولونا عقود. زين الوزارة شلون حولتنا عقود ورواتب ماكو؟ نريد نفتهم هاي الفقرة. هسه موضوعنا ضايع بين المالية وبين الوزارة. خابرت قبل 3 ايام مفتش العام بوزارة المالية قال جيبوا لنا كتاب بأن يثبت انتم عندكم رواتب حتى نصرفها، يقول مو يمنا. نجي هنا للوزارة للوزير نفسه يقول الموضوع مو يم المالية. هذا الموضوع بيه لعبة، لأن احنا بزمن الوزير السابق السعدي كنا ناخذ رواتبنا ماشية ماشية. هسه شنو المشكلة؟ الإشكال نريد نفتحها وين؟ زين يا عم يم الوزارة حتى يقولوا لنا خلينا نهون خدماتنا ويطلعوا العالم خل ترتاح هاي. زين المداومة بالمضخات 24 ساعة، نسلم من السبعة، نستلم من السبعة الصبح، نسلم من ثاني يوم الساعة بالسبعة، ودائرة المكاين 24 ساعة. يعني الفلاح إذا ما ضخينا له ثلاث ساعات أربعة يكتل العطش وتروح قاعة تنتهي. زين والمواطنين نفسهم إذا ما ضخينا للرسائل مال المي العالم يقتلها العطش. خلي ينتبهون على هاي الشريحة. زين يعني هو احنا الخط الرئيسي الرابط بين المواطنين، إذا قطعنا المي على العالم العالم راح يقتلها العطش. فنريد نفتهم يا أما موضوعنا يم وزارة المالية يا أما موضوعنا يم الوزير. ليش هسه هم مخلينا على الاستثمارية؟ الاستثمارية هم بيها مشكلة. زين اطيني واطيك، ليش هسه احنا ما نحكي الحق؟ زين على الاستثمارية مخليك وصايرة بين الاتفاقات. زين لأن هاي شريحة بسيطة، مواطن فقير هذا ما يطالب بحقه. زين انت اطيني واطيك وهاي العالم عفوها. ليش هيجي؟ ليش وزارة الصحة حولوهم وجاي يستلمون راتب؟ ليش وزارة الإسكان والإعمار جاي يستلمون راتب؟ وزارة الصحة جاي تستلم راتب؟ زين شنو الفيلم مال وزارة الموارد المائية؟ يا رئيس الوزراء يا دكتور عادل عبد المهدي نطلب من يمك مجلس تحقيق تسحب لنا اياهم. من ابو الشئن؟ السحب المجلس تحقيق تعال يابا. السلام عليكم السلام، عم اسوي قاعدة عشاير؟ شنو مشكلة ذولا؟ اريد نفتهم الرواتب مالتهم وين؟ وين راحت؟ شنو ذنب هاي العالم كلها بركبتها عوائل؟ تقعد خميس وجمعة يقصك 10,000، وين الراتب وينه؟ ما بي 200,000. زين شنو ذنب هاي العالم؟ ليش هيجي؟ انتم مسؤولين بين حقنا بين.